اللقاء جرى بدون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على فريق الشلف. الشلفة وما زال يراودهم حلم الصعود بالرغم من صعوبة المأمورية. أما القبة ما زالت تتمسك ببصيص من الأمل في البقاء في المحترف الثاني. كل شيء في هذا اللقاء حدث في الشوط الأول الذي كان بإمكان أشبال سمير زاوي تسجيل عدة أهداف، لا سيما في الربع الساعة الأول أين أهدر بعوش وبودينا فرص سانحة. الهدف الأول جاء في الدقيقة 12 عن طريق القائد بودينا الذي نفذ مخالفة مباشرة في مقربة منطقة الجزاء. الهدف كان رائعا. هدف الشلف الثاني جاء أيضا بعد مخالفة استغل فيها بن حملة بطء دفاع القبة وسجل الهدف برأسية خادع بها الحارس شويح. أشبال نبيل مجاهد تمكنوا من تذليل الفارق في الدقيقة 25 على إثر مخالفة من مترف الذي وضع الكرة على رأس كريش الذي لم يلقى صعوبة لمغالطة محساس. آخر محاولة في الشوط الأول كانت من جانب بوتيبا الذي ارتطمت كرته القائمة الأيمن وخرجت خارج الإطار. الشوط الثاني كان متكافئا وشهد عودة قوية للقبة التي ضيعت التعديل على إثر مخالفة شحاتي حولها محساس للركنية. بعد ذلك شهدنا مدا وجزر بين الفريقين اللذين ضيع عدة فرص أبرزها فرصة بطروني من طرف القبة الذي كان وجها لوجه مع محساس لينتهي اللقاء بفوز الشلفة وهدفين لهدف. لازم اوكين كما يقول لك مندي اوكين يرا نديروها هنايا والاكستيريور والله غير نلعبوا اليز باسكو على بالي بلي لاعبين الاكستيريور نورمال عندهم لونفي اي سون دوميني بريسك لي بارتي قبل كاع دوميناهم. هنا المشكل هنا ما شافش كاين مالغري اليوم ويكلو ما كاش الغاشي وكشتهم دوزيام ايطون لعبوا خايفين. لي 20 بروميير مينوت اون ايتي كومبليتمون ابسان شلاف اوري بيو فاسيلمون ماركي 3 بوت ils en ont marqué 2 sur 4 occasions franches qui se sont créées. Donc on était complètement absent. Après, on est revenu dans le match avec ce but de Grich là, dans la 35e minute qui nous a fait refaire surface dans le match. En deuxième mi-temps, on a réglé un peu les insuffisances tactiques qu'on avait.